خلينا نشوف شو الفكرة. مروحة عادية مع هذا الستاند. طيب وحنركبها بشكل بسيط جدا جدا بس فقط، ونوصلها بالادابتر من هنا، نروح نعمل لها داونلود بروجرام خاص فيها. طيب لاحظ معي، حشغل هذا البروجرام من هنا، بدأت تشتغل هنا، وتروح انت وتعلق بعيد عشان ما تجي هنا. بدأت الان هي تدور وشغل نشوف مثلا بعض البرامج اللي ممكن نشغلها من هنا، حتى نزل عندك الافلام التي تختار من هنا. حنختار ايش؟ الافلام او المقاطع او الدعايه او الكتابات التي تريد من هنا. هي الان شوف، لاحظ انا بلاينج الان هو اشتغل، فممكن اغير الى المقطع الفيديو الثاني. ما حد يقدر يقرب لان مساحتها 60 في 60 في 60، لكن تلاحظها ما حد يحط يده، ممكن يعني تعورنا ليها. حقيقة اليوم كنا في الصين مع أحبابنا، مع شركة مي أورينت، زميلنا محمد بلعيش والفريق الصيني أيضا، كما نشوف الفريق الصيني. خلصنا محاضرتنا اليوم، عرضوا علي حقيقة هذا البرنامج. ارجع نشوف كيف، شوف جودة الصورة، جودة واضحة، وممكن ممكن نظام 3D. طبعا غير صوت الان هي، لكن لو كان المقطع فيه صوت حنشبك عليه المايك من هنا ويطلع الصوت فيه بالحاله هي، وتحط لنا المقطع الفيديو الذي هنا بالامكان نطفيها من عندنا ايضا نطفيها. خلينا تستمتعون بهذا المقطع بشكل سريع، بشكل سريع كذا. شوف كيف جودات الصوره، هذا يدي الان شوف، وكأنها متحركة، يعني حتى لو واحد حط باليد بالخلف تلاحظون الآن. ها حقيقة حقين الدعاية والإعلام فكرة رائدة جدا جدا جدا. رفضوا المصنعين هنا، رفضوا يعطوني السعر، حاولت أني أقنعهم الآن أخذ العينة على الأقل وأجمع منهم أوردر. المينيمم أوردر هم اللي بيس بليز 100، يعني الحد الادنى. طبعا 100 حبه قليله، ما زالت نحن نتمنى اصلا اكثر واكثر. قالوا ترسل لنا بالايميل وبعدين نرد عليك كم السعر. شكرا لكم، شكرا 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 للمتابعين، وفقكم الله. ونطفيها مره ثانيه، نشوف كيف نطفيها. مره ثانيه لاحظ، بس خلاص وكذا طفت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، شكرا. Ah.